هدوء حذر يسود العاصمة أثينا بعد مظاهرات عارمة أمام البرلمان اليوناني عقب إقرار الخطة التقشفية الجديدة. هذه الخطة ستمكن اليونان من الحصول على مساعدة مالية ثانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وإنقاذها من حالة الإفلاس التي تتهددها. ومن المنتظر أن يصوت نواب البرلمان اليوناني هذا الخميس على قانون تنفيذ خطة التقشف الذي سيلزم البلاد باتخاذ تدابير اقتصادية مفصلة خلال الأعوام الأربعة المقبلة بهدف توفير مبلغ 28 مليار يورو عبر اقتطاعات مالية و50 مليار يورو عن طريق الخصخصة. أعتقد أن هذه الخطة ستزيد الوضع تعقيدا. المستقبل يبدو صعبا وأسوأ من الآن. على اليونانيين أن يواجهوا حالة من الفقر، وهو أصعب ما يمكن أن يواجهه المرء في حياته. في الأثناء يتواصل إضراب عام في البلاد دعت إليه النقابات العمالية احتجاجا على خطة التقشف الجديدة والوضع الاقتصادي المتدهور، وأصيبت حركة النقل في ميناء أثينا بشلل تام لليوم الثاني على التوالي.